الفنان حسين طبيشات من أشهر الممثلين الكوميديين في الأردن، عرف بالشخصية المحببة العم غافل لتكون قناعاً درامياً ينقد المجتمع من خلالها بفكاهة وسخرية سوداء. إنه الفنان حسين طبيشات في إربد حيث الهضاب وحكايات الجدات ولد. حصل على البكالوريوس في التمثيل والإخراج من جامعة اليرموك، شكل ثنائياً كوميدياً لافتاً مع الممثل الأردني المرحوم محمود صايمه الذي اشتهر بشخصية حمدي. في المسرح السياسي مسرح الفرجة والإدهاش البصري واعتماد الجملة العامية والمفارقات، قدم حسين طبيشات العديد من الأعمال الناجحة، منها أولاد حارتنا، حاميها وحراميها، إمبراطورية الرئيس، وشارك ممثلا بارعا في عدد من المسلسلات منها العلم نور، يوميات العم غافل، ونجمة والأستاذ. حاز طبيشات الذي يعمل في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية على عدد من الجوائز، منها جائزة فورد العالمية وجائزة الاتحاد العالمي للإبداع الفكري والأدبي السويد.